حسني جواد، عضو المكتب المسير لنقابة صيادلة مكناس وعضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال. خلال هذه اليومين، هذه 13 و14 من ماي، عرفت الحضرة الإسماعيلية تنظيم الأيام الصيدلانية التاسعة لنقابة صيادلة مكناس. هذا الملتقى هذا عرف مشاركة العديد من الصيدلة من مختلف المدن المغربية، وعرف أيضا العديد من الموائد المستديرة والمحاضرات والتي تخص الجانب الصيدلاني والجانب القانوني فيما يخص ممارسة مهنة الصيدلة، وكما قلت أيضا العديد من المحاضرات التي تخص الدواء وبعض الأمراض وبعض اللي قاموا بها العديد من المحاضرين أساتذة جامعيين ودكاترة من مدينة مكناس. اليوم ختمنا بواحد رفعت اللجنه المنظمه والغرفه النقابيه انها تكرم واحد الاخوان اللي افتقدناهم هذا العام، هذا ثلاث صيادله وصيدلانيه، كما قامت ايضا بتكريم ثلاث اخوه الذين اسدوا عملا جزيلا لنقابه صيادله مكناس على مده الأربعين او الخمسين سنه الاخيره. فبهذه المناسبه نشكر ايضا كل من شارك من ساهم في انجاح هذه الايام الصيدلانيه. اشكر الناس لي بارتنير ديالنا، سواء المصنعين او الموزعين او الشركات المستشارين، كما اشكر رجال الصحافه على العمل الجبار اللي قاموا به واللي ساعدونا باش في انجاح هذه الايام الصيدلانيه هذه. شكرا لكم جميعا. اللي ميز هذا الدور هذه هو الحضور المكثف لجميع هادو لي بارتنير ديالنا، كان حضور مكثف. ايضا كانت موائد مستديره ومحاضرات كانت ذات مستوى عالي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.